مرحبا أصدقائي، اليوم بدنا نحكي عن 8 قواعد مهمة جدا للإنتاجية. تقدروا تستخدموا بعضهم، تقدروا تستخدموهم كلهم، تقدروا تستخدموا حسب الحالة. زيي رح أشرح لك عن كل قاعدة من هاي القواعد شو هي وإمتى بنستخدمها، وخذ منهم القاعدة اللي بتناسبك واللي بتفيدك وتستخدمها بالوقت المناسب. قاعدة، وهي القاعدة كتير بنسمع عنها، هي الـ 80-20 rule، هي قاعدة الـ 80-20%، أو زي ما بسموها Pareto Pirato Rule، نسيت شو اسمها، حكتب لكم. شو يعني قاعدة الـ 20-80؟ هي يعني إنه 20% من مجهودنا عادة بيعطي وبينتج 80% من النتيجة. بالتالي هذا الإشي بساعدنا نعرف عشو نركز، بدل ما نركز على 80% من مجهودنا ممكن تعطينا 20% فقط من النتائج، لا، بنقدر نركز على 20% من المجهود نطلع منها 80% من النتائج. كيف بنقدر نعمل هذا الاشي؟ انه نركز على 20% المهمة. ودائما في بحياتنا حتلاقي بمهامك اللي بتكتبها على قائمة المهام في 20% من هاي المهام لو تعملها رح تعطيك 80% من النتائج. رح تلاقي في كتير من المهام 80% تقريبا منها ما رح تعطيك النتائج اللي انت بدك اياها، زي نغسل نجلي نعمل ننظف، هاي المهام مهمة ولازم تنعمل بس ما رح تعطيني 80% من النتائج اللي أنا بدي إياها من حياتي. فبالتالي تركيزنا على 20% من مهامنا، ونعرف شو هي هاي 20% من المهام اللي إحنا بنعملها اللي بتعطينا 80% من النتائج اللي إحنا بنطمح لها. هذا الإشي كتير مهم ورح يختصر علينا كتير، لأنه بدل ما نشتت تركيزنا في كتير مهام رح نعرف عشو نركز، ولما نركز على هدول لو بس على 20% رح نحصل على نتائج مرضية. لأنه لما نحصل على 80% واو that's good actually، فتركيزنا على 20% رح يعطينا 80% من النتائج، وهيك بنكون راضين عن نتائجنا وعملنا اشي منيح. وهذه القاعدة لها تطبيقات كتير في الحياة، حتى في اللبس، انه احنا دائما بنلبس 20% من لبسنا 80% من الاوقات، بنستخدم 20% من اغراضنا 80% من الاوقات وغيرها. اذا بتركز على ال 20% هذه اللي بتعطيك 80% من النتائج اللي انت بدك اياها رح تكون راضي، ورح تزيد انتاجيتك، ورح تحصل على النتائج اللي بدك اياها بوقت اسرع. هلا رح نحكي عن القاعدة الثانية، وهي قاعدة ال 70%. هالقاعدة انا لما عرفتها السنة الماضية كتير اثرت فيي وكتير غيرت اشياء في حياتي. على شو بتنص قاعدة ال 70%؟ على انه اذا انا راضي عن شغلي اللي أنا عم بشتغل عليه 70%، معناها هذا كافي، أنا ناجح وبقدر أنشره. ليش؟ لأنه أوقات، وحكينا كتير عن المثالية بفيديو كيف ننجز مهامنا وننهي أهدافنا، حط لكم إياه هون، بس المثالية كتير أوقات بتعطلنا وبتحسسنا أنه الإشي لازم يكون كامل 100%، وصعب كتير نوصل لمرحلة أنه الإشي يكون كامل 100%. فدائماً رح نلاقي حالنا أنه في كتير تعديلات إحنا ممكن نعملها على شغلنا، وإذا بدنا نضلنا نعدل ونعدل ونعدل حتصير مرحلة التعديل لا نهائية، وحيصير صعب أنه إحنا ننجز أي مهمة ونخلص أي مشروع. فبالتالي عشان تقدر تنجز وعشان تقدر تخلص، قول لحالك أنه إذا أنا بنجز 70% من ما أنا بدي من هاي المهمة، أو بنهيها 70% زي ما أنا بدي، معناها منيح، good enough، المرة الجاي بعدل. لما تصير تنجز أشيائك على 70% هتحس إنه ما حدا حيلاحظ النواقص اللي أنت بتلاحظها، وإنت شوي شوي رح تكسر عقلية المثالية هذه، ورح تعدل بهدوء برواء، لأنك أنت عم تنجز، ثقتك بنفسك رح تزيد، وبنفس الوقت ما رح توتر حالك. فحط لحالك شرط إنه لا شغلي لا أي إشي أنا عم بعمله، إذا أنهيته 70% منيح، هذا الاشي كتير منيح. احنا لما نخلص كورس في الجامعة او في المدرسة 70% احنا ناجحين. ما تعطل حالك اذا انت عم بتجيب فوق 70%، وانجز ورح تلاقي حالك مع الوقت بتصير احسن. بس اذا دائما طمحت للمية في المية ما رح تعمل اشي ورح تضلك مكانك. بس 70% منها بنقدر نحسن ومنها بنقدر ننجز. القاعدة الثالثة هي قاعدة الخمس ثواني تبعت ميل روبنز. انا هالقاعدة لما سمعتها لحد يمكن السنة الماضية كمان لوقت كتير طويل كنت حسيت أنها قاعدة سخيفة. شو بتنص القاعدة الخمس ثواني؟ إنك أنت لما بدك تقوم تشتغل على إشي ومكسل ومش قادر تقنع حالك إنك أنت تقوم، عد للخمسة وعد للخمسة تنازلي، يعني عد 5 4 3 2 1، مش 1 2 3 4 5، قوم
زي كأنك هيك عم بدك تعلن عن منتج في التلفزيون أو إشي وتحط كاونت داون قوم اعملها. فأنا كنت دائما شو أعمل، أنا جكرة شوي، فكنت شو أعمل، أقول طيب يلا هلا حعد 5 4 3 2 1 هيني ما قمت، ها 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 قعدتك مش ظابطة، هيك كنت أعمل. وفعلا كتير سهل إنك أنت تعمل هيك، بس لما فهمت شو الهدف من هاي القاعدة أقنعتني صراحة وصرت أحس إنها فعليا شغالة. بس لما فهمت شو الهدف منها، الهدف منها هو إنك أنت بتعد تنازلي. إحنا مش متعودين نعد تنازلي، دائما متعودين نعد تصاعدي 1 2 3 4 5، نادرا ما نعد 5 4 3 2 1. فلما تكون أنت قاعد بتفكر إنك بدك تقوم تشتغل إشي وقاعد بتأجل ومكسل ومش قادر ومش جاي عبالك وبتفكر بمية عذر بمخك، وتيجي تقطع حالك في نص التفكير هذا وتقول لحالك لا أنا هعد من 5 للـ1 تنازلي، أنت بتلهي مخك عن التفكير بالأعذار، لأنه أنت مش متعود تعد من 5 لـ1 تنازلي. فهذا الإشي بده ياخد شوي طاقة من مخك أكثر من لو بدك تعد تصاعدي. فهاي الطاقة رح تروح من محل الأعذار والشكوك والكسل اللي أنت عندك إياه للعد، فرح تلهيك عن الأعذار، فبتقدر شوي بلحظتها أنك أنت تقوم. الهدف منها كمان أنك أنت ما تعد أكثر من 5، لأنك بستعد أكثر من 5 حتزهق يعني، وإلا ترجع للأعذار بعديها. لما تلهي حالك عن الأعذار 5 ثواني رح يكون كتير أسهل عليك أنك أنت تقوم تشتغل. لما اكتشفت هذا الإشي صار أسهل علي وبطل جكرة، لأني صرت حاسة أنه فعلا الموضوع شغال. صرت أعد 5 4 3 2 1، أنسى أفكر بالأعذار، الكلاكيع اللي عندي في مخي والأسباب اللي أنا حطيتها لحالي ليش لازم ما أقوم أشتغل، وأقوم أشتغل. فهاي كتير بتفرق يعني صراحة. السنة الماضية كتير استخدمتها بس هلأ نسيتها إلا لما جيت أحضر للفيديو، بس صراحة مفيدة لأي حدا بده يخلي حاله هيك يقوم يشتغل ويسكت صوت الأعذار. القاعدة الرابعة وهي قاعدة بتشبه القاعدة الأولى بس مش كتير، هي قاعدة 5 دقائق. لما تكون مكسل تقوم تشتغل على إشي وانت حاطط في بالك اني انا هلأ بدي اقوم اشتغل 2 ساعة على هذا المشروع او على البحث هذا اللي عم بكتبه للجامعة، ومكسل مكسل 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 وما عم تقدر تخلي حالك تقوم تشتغل عليه، قول لحالك انا بدي اقوم اشتغل عليه بس 5 دقائق، بس 5. معقول حدا يكسل انه يقوم يشتغل على إشي 5 دقائق؟ يعني مستحيل، مش معقول حدا يكسل على 5 دقائق. ففكرة انك انت تقول لحالك انا حقوم اشتغل على هذا الاشي 5 دقائق، هي فعليا نادرا ما بتكون 5 دقائق، بس انت ما تضغط حالك وقول فعليا انا لو اشتغل 5 دقائق منيح. معظم الاوقات لما تقوم تشتغل 5 دقائق حيكون اسهل عليك انك انت تقوم من لما تقول لحالك انا حقوم اشغل 1 ساعة أو 2 ساعات. بس بمعظم الاوقات انت ما حتشتغل بس 5 دقائق، انت حتكمل، لانه اصعب 5 دقائق بالشغل هي اول 5 دقائق، او الاصعب اشي في الشغل هو انه نخلي حالنا نبدا. فكوني بقول لحالي اني حشتغل 5 دقائق هي عم بتخلي الموضوع اسهل علي بس اني انا ابدا. فكوني بديت برافو، حتلاقيني معظم الاوقات رح اكمل ورح اشتغل. فنخفف على حالنا ضغط البداية وما نخلي انه انا طول اليوم بدي اشتغل او 1 ساعة أو 2 ساعات أو 3 ساعات، نقول 5 دقائق ومعظم الاوقات رح تكرج. القاعدة الخامسة هي قاعدة 90-90-1. القاعدة سمعتها بفيديو اظن لروبن شارما اللي هي قاعدة 90-90-1. على شو بتنص هاي القاعدة؟ إذا عندك مشروع مهم أنت بدك تشتغل عليه أو هدف أو بحث أو أي إشي عندك إياه في حياتك بدك تشتغل عليه، هدف كبير، كرس أول 90 دقيقة من يومك لمدة 90 يوم للشغل على الإشي الواحد هذا. بدي أشتغل 90 دقيقة من يومي لمدة 90 يوم من اليوم على هذا الإشي الواحد اللي أنا بدي أشتغل عليه وأركز فيه. وإذا اشتغلت على هذا الإشي الصبح وأنا رايقة وكرست له أول وقت من يومي وأنا بكامل طاقتي وبكامل يومي وعندي الإرادة عالية وعندي كل شيء تمام ومظبوط ولساتني مش تعبان، رح أوصل لنتائج كتير كتير منيحة. فإذا منخلي هذا الإشي أولوية ومنكرس له الوقت الأساسي في يومنا الصبح وإحنا في كامل نشاطنا وطاقتنا، رح نلاقي إنه رح نحصل على نتائج كتير حلوة. هون كمان سادسا بدنا نحكي عن قاعدة الشيء الواحد اللي أنا عاملة فيديو كامل عنها كيف تحصل على النتائج الاستثنائية، ورح أحطلكم إياه هون وفي صندوق الوصف، اللي هو لما تسأل حالك شو الإشي الواحد اللي إذا عملته رح يخلي كل شيء تاني أسهل أو غير مهم. وهو نفسه هذا الإشي الواحد اللي لازم نركز عليه ونبدأ نشتغل عليه ببداية يومنا ونشتغل عليه كل يوم ونخليه أولوية في يومنا. فهاي القاعدة كمان كتير مفيدة، أنا هاي القاعدة بستخدمها كل يوم في حياتي بكل إشي في حياتي.
القاعدة السابعة وهي قاعدة الدقيقتين. أي مهمة في حياتك عندك هي تأخذ منك دقيقتين أو أقل، اعملها هلأ وأخلص منها. إجاك إيميل بدك ترد عليه، بدك ترمي شغلة بالزبالة، بدك تضب شغلة بمكانها، بدك تتذكر الطول شغلة من مكانها، بدك تحط الكاميرا تشحنها، أي شيء من هاي الأشياء اللي ما رح تأخذ منك إلا دقائق قليلة، يعني ثواني أو لدقيقتين، هي أشياء لازم على طول تعملها عشان ما تضلها ماخذة حيز في راسك، وتخلص منها وتشعر في الإنجاز وتقدر تنجز أشياء بعدها، يعني تأخذ المومنتم منها وتضلك ماشي وحاسس حالك أنك أنت عم تنجز وتنجز أشياء من وراها. وآخر قاعدة وهي قاعدة العشرة عشرة عشرة، وهي قاعدة كيف تتخلص من القلق. مرات القلق كتير بخلينا مش قادرين انه احنا ننجز، ومخلينا بس هيك محصورين بمخنا وعم نفكر. فشو هي قاعدة العشرة عشرة عشرة؟ هي انك لما تقلق من اشي معين في حياتك، اسأل نفسك هل حيأثر علي كمان 10 ايام؟ هل حيأثر علي كمان 10 اشهر؟ هل حيأثر علي كمان 10 سنين؟ وغالبا الجواب انه حتى للعشرة ايام ما حيوصل الاشي وما رح يأثر عليك. بالتالي لما تفكر فيه من هاي الناحية رح تلغي القلق هذا، ورح تقدر تبلش تصفي ذهنك وتبلش تشتغل على الأشياء اللي بدك إياها، لأنه حتعرف فعليا هذا الإشي حيضايقني بس يومين ثلاثة وبعديها باي باي، حقدر أشتغل على كل إشي، فمش مستاهل هذا الحيز من التفكير، ومش مستاهل إنه يعطلني إني أشتغل على الأشياء اللي بدي إياها. صح ولا لا؟ صح. هاي هي الثمان قواعد اللي كنت حابة أحكي لكم عنها اليوم. إذا في قواعد تانية بتعرفوها بتطبقوها في حياتكم وأنا ما ذكرتها، خبروني عنها بالتعليقات وخلينا كلنا نتعلم من بعض، وخبروني شو أكثر قاعدة من هاي القواعد بتستخدموها أو حبيتوها وقررتوا تستخدموها. وإذا حبيتوا هذا الفيديو اعملوا له لايك عشان أعرف إنكم أنتوا حبيتوه، وعملوا له شير مع أي حدا ممكن يستفيد منه، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب، وبشوفكم المرة الجاية. باي.